تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. بلاطو صخرة البلاطو الرأسية الذهبية ومشتت أشانتي كوتوكو طلحة مرحبا بنابيل. اهلا وسهلا، سعيد بالتواجد اخويا معاك بنابيل وبطريق حمزه برزوق سيدي عبد العزيز سيدي خالد نزار وكل العاملين في اذاعه ام اف ام المحترمه، واهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات الاوفياء برنامج الشوط الثالث. مرحبا طلحه حمزه برزوق في برزوق طلع الغاندي. لا طلع يضرب واحد الكره براسو يجي ملي كيطلع كيبقى في السماء، هو كيطلع كيتغدى راه تما وكيهبطش ما يهبطش، تقول هبطون كيهبط حتى كيوجد الغدا يضرب الكره الاولى وتسالي وتجي الثانيه وقدر يضربها ما عندوش مشكل. طارق نباتي، طارق مرحبا. تحيه لك خويا نبيل، تحيه لمصطفى وبرزق على مجي السكر الرومي دريز مصطفى زكريا وجميع العاملين بما فيهم جميع المستمعين لو فيه. مرحبا. اذا البدايه اكيد غادي تكون بالماتشات ديال البارح. طريق لي ريزولطا ديال الماتشات البارح المؤجل ديال الدوره 19 كانت البدايه ديالو بماتش ديال الوداد وبرشيد اللي تعادلوا 0-0، والماتش الثاني ديال اتحاد طنجه اللي انهزمت مع الرجاء ب 1-0 البيت ديال سفيان بجديده في الدقيقه 77. واخا هما النتائج ديال البارح كلاسمون من بعد نتائج طريق. المرتبة الأولى فريق الوداد الرياضي ب 40 نقطة، المرتبة الثانية فريق الرجاء الرياضي ب 37 نقطة. نتسناو الماتش ديال بركان اليوم مع أكادير باش نعرفوا حتى هما واش غيكملوا في الصعود ديالهم في الكلاسمون ديال البطولة ولا غيعلقوا عليهم واحد ديال النقاط تقريبا. الثالثة بركان ب 28 نقطة مع الجيش الملكي حتى هي ب 28 نقطة، المغرب الفاسي 28، الدفاع الحسنية 28، يعني الأولى والثانية يعني علقوا بزاف على المراتب الأخرين. طلحة البارح الوداد برشيد قبل ما نبداو يمكن البارح على مال كامل ديال الجمهور لا ديال الوداد لا ديال الرجاء لا ديال برشيد ديال اتحاد طنجة اللي البارح صنعوا العجب في المدرجات ديال دونور. طلحة الوداد برشيد البارح، اولا بنبيل جينا نهضروا على المقابله بالامس ديال المقابله ديال يوسف برشيد الوداد الرياضي البيضاوي. تكلمت لك هنا في بلاطو وقلت لك غتكون واحد المقابله صعبه نظرا للقوه والطريقه اللي كيلعب بها برشيد طيله تقريبا هاد الموسمين، وخصوصا هاد الموسم الاول. وقلت لك دائما كيحرج الكبار، دائما في مقابلته ديالو الكبيره كيبان كبير يوسف برشيد. اولا قبل ما نهضر على الامور التقنيه، واحد الحاجه حيت فلالي برشيد داروا ماتش كبير كبير بزاف، كان الوداد ربحات كومي ولكن داروا ماتش كبير. هادشي اللي بغيت نقول لك بانهم كيلعبوا واحد كره قدم حديثه، كره قدم جيده، كره قدم جميله، يعني لاعبين شباب، لاعبين ما عندهمش اسماء كبيره وما عندهمش اسماء واعره كره زوين، ولكن الكلاسمون ديالهم راه 12 راه 21. هادشي اللي بغيت نقول، ولكن كيبين لك بان الفريق مستقبلا غنتنبؤوا ليه واحد المستقبل ظاهر. نرجعوا ونشكروا اولا الجماهير الوداديه اللي تنقلات بكثافه ودارت واحد العرس كره فرجاوي كبير في الملعب ديال برشيد، وشنا الهتافات ديالهم، شنو الطريقه الاحتفاليه ديالهم. هنيئا لنا بالجمهور، هنيئا لنا بالوينرز، هنيئا لنا بهذا الجمهور، هنيئا لنا بالعوده ديال الجماهير، يعني صراحه الميادين ديالنا الكرويه لان البارح كاملين كاملين برشيد الوداد اتحاد طنجه الرجاء. الى جينا نتكلموا سي نبيل على الكره بلا جمهور غنقدر نقول لك انا ما كتسوى والو بلا جمهور، الكره هي الجمهور صافي. شوف دابا ملي رجع الجماهير كيفاش تونجا حتى الكلاسمون تونجا راه هو بدا كيبان لك. شوف راه قال برزوق هذاك النهار قال لك انا ريح دي راس ملي رجع الجمهور، راه شتي القضيه كي دايره، شوف الفرق كيفاش اللعابه كيولاو فيهم 300 400 في الساعه، كل شيء تبدل. برافو للجمهور، برافو، كنشكروا السلطات، كنشكروا يعني رئيس جامعة القجاع، كنشكروا رئيس الحكومة اللي خلى الروح ترجع من جديد للكرة، خلى التشويق. احنا غنهضروا دابا على التشويق، غنهضروا على الإثارة، غنهضروا دابا شكون اللي غيدير البطولة. وتكلمنا على من الأول، قلت لي هذيك النهار 800 نقط، قلت لي سير كراكي اجمع راسك وقابل الجروب، احنا راه معاك، راه مع اللاعبين، ولكن راه البطولة عندنا في المغرب راه معروفة من زمان، راه ما عمرك تقول لي غنديها فلاني ولا هذا. البطولة ما كتلعب عندنا حتى الدقيقة 90 حتى الدورة 30، عاد كتلعب خاص تبقى مكونسونطري. راه أنت خاصك تجاوز مقابلات ولا خاصك مقابلة وتعادلتي ها بغيت الرجاء الزربة قربت لك، ولكن ما ينساش بأن حتى الوداد بالأمس واخا غنرجعوا لهاد النقطة ديال لا ديفيرونس وليكار اللي ولا ما بين الوداد وما بين الرجاء والمسائل التقنية معاك طلعها في الماتش ديال الوداد وبرشيد.
والقناص. السلام عليكم ملعب الحراس. يلا هبط من عندك. يلا هبط مرزق خويا. مرحبا. ماركيتي ولا ماركيتي دابا يطلعش بالراس سجلتيها ضربت في الكره الارضيه ورجعت. الله يعطيك صحيحتك. السلام عليكم سي نبيل. بعد السلام سي طارق سي طلحه جميع العاملين محطه ام اف ام وتحيه خاصه للمتتبعين الاوفياء ديال برنامج الشوط. مرحبا خويا مرزق. كيجيوك البارح تمتع بالجماهير. الحمد لله النقطة الضوء الوحيدة اللي دوى عليها مصطفى راه هي داك المنظر الجميل اللي كتشوف الجماهير المغربية. الحمد لله الشغوفة كتعمر التيرانات وتشجيعات وتحفيزات وكيعاونوا فراقهم. هادشي اللي بغينا نشوفو. سور لو بلون تكنيك الفراق شتيهم لاكوب دافريك عدباتهم شوية. سور لو بلون فيزيك صحيح هي النقطة اللي بغيت نتكلم دونك القضية اللي دوي عليها يمكن في نهار الاثنين. لا الرجال الوداد بجوج تعذبوا فيزيكمون اللعابة ضعف التركيبة البشرية يعني ما كاينش لي شوا بزاف تضطر تلعب اللعابة ديالك المزيانين هذا الماتش وهذا الماتش هذا باش تسيكوريزي لا كوب دافريك وما تخرجش من لا كورس أو تبقى محافظ على الصدارة. صعيب دير واخا بقوا في الماتش ديال الوداد وبرشيد من الكوطي ديال الوداد طلحة واش البارح الوداد دفعات الضريبة ديال داك المجهود الخرافي اللي داروا في الماتش ديال الزمالك واش هو العامل الأساسي اللي خلانا ما نشوفوش ديك الوداد اللي كان كيتسنى الجمهور؟ أولا إلا جينا نتكلموا على الأمور البدنية البارح الوداد عانات بدنيا ولكن إلا رجعنا ونتكلموا على الأمور البدنية هادشي عارفينه وتكلمنا فيه عدة مرات نبيل قلنا لك هاد السنة عندنا عدة واجهات عندنا البطولة وعندنا الشامبيونز ليغ وغنبداو نلعبوا ليها ربعه وغنبداو نلعبوا حد خاص هادشي المدرب ملي جا نهار الاول عطينا لا كارت بلونش وقلنا السير كراكي وجد لينا واحد المعد بدني في المستوى الكبير اللي عندنا وكاين واحد الحاجه واش القضيه في المعد البدني الاعداد البدني ولا كيف ما قال برزوق لي شوا ما كاينش بزاف ولا شوا لا عندنا وراه ما درتيش لي ريكروتمون في ولا واخا تحسب هذا محسوبش على الركراكي عاوتاني لا ولكن شنو جاي ديال الولاد محروم انه يدير لي ريكروتمون ولكن ما عنديش مشكل عندنا باش غنقضيو هادشي اللي عندنا عندنا 28 لاعب الا جيتي تشوف فيهم اخويا نبيل راه هادو نقضيو بهم هادو راه عندك لاعب وازينين راه عندك شوف بوندوتشوش راه عندك شلاشم عندك سميتو اللي دخل البارح اوك عندك اختيارات عندك تصومو عندك سبعه ست لاعبين ولا سبعه تقدر تجرب بهم راه دخلتي البارح دابا شفنا ظهرك البارح البارح الكراكي كخصو يجلس حسوني وجلس مبيت ويدخل اوك ويدخل جلس وهذا هادوك اللي دخلوا كرهتو شي ثلاثه ولا اربعه ودابا مصطفى كيغوت هذه النقطه اللي بغيت نتكلم عليها هادوك السيدي اللي انت شادهم في الجروب وحاطهم من بدر قادرين وهادو اسيدي علاش ما توجدهمش بدنيا بريباريهم لعاباتهم عندهم اكسبيريونس لعبوا الكره علاش حنا كيدخلوا وكنشوفهم كيلعبوا كيبانوا بهذه الطريقه راه هادشي هو اللي كيبقى فيا الحال انا لاعب كيمثل فريق الوداد الرياضي البيضاوي كيبرك كيتخلص الوداد الرياضي نهار نحتاجوا مثلا اللاعبين دابا دار واحد المجهود بدني واخا الغلط ديال اللاعب اللي ما كيخليش راسه محافظ على راسه لا خليه اللاعب حتى اللاعب خصو يتحمل المسؤوليه ولكن اللاعب شكون اللي عنده الجانب الاكبر واش الترينر كنضل اللاعب انا متفق مع حمزه اللاعب حيت انا كنلعب في الوداد خصني نبقى نتسنى الفرصه ديالي اسيدي انا نبقى نبريباري راسي واجد نهار يقول لي الركراكي اجي راه كاين واحد الماتش راه لعبنا مع الزمالك اليوم متى برشيد خصني نكون واجد وهذا اللاعب خلتي مثلا دابا وما لقيتيش واش غنديروا معاه نصيفطو في حالاته حسن هادشي اللي بان لي وطلعوا الفرقه هادشي اللي بان لي دابا هاد اللعاب اللي نتهدبوا انا وجيبو بالفلوس ومبركو تما كيتريني معايا يوميا ولاعب عنده الاكسبيريونس ولاعب يلعب فرق ديالو وقبل البلاء الحسن وجا عندي الوداد وكيمثل الوداد نادي الوداد الرياضي وكيلبس السوني ديالي وكتجي تقول لي انت ملي كيدخل ما كيأديش بشكل جيد دابا الغلط منين من اللعاب ولا من السيد الناس اللي جابوه ولا من هاد السنة ما عرفنا ماشي غير واحد تقريبا هادو كلهم هاد الخمسه ولا السته اللي كاينين واش انتداب خاطئ ولا لاعبين ما كيشتغلوش ولا هاد السيد اللي كيشتغل معاهم مثلا ملي كتكون فرقه لاعبه راه شي قبل من حمزه هضرنا فهاد النقطه كتركز على الجروب اللي ديتولير ولا كتركز على الجروب اللي كتلعب به مثلا هما اللي دائما هادوك ما كدوش معاهم لان راه كنعرفوا هاد النقطه كنا كنتكلموا عليها كثير انا وحمزه هي ان هاد اللاعبين مثلا اللي كيلعبوش راه خصهم على الاقل من تكون لعبه الفرقه كيدا لهم ماتشات ميكال كيجي موعد بدني ديالهم خاص كيبقى يخدم معاهم ويبريباري ويوجدهم اللاعبين باش يوصلوا لافور ديال ليكيب بروميير هادشي اللي كنا عشناه حنا واش هاد اللاعبين مثلا ملي كتكون لعبه ليكيب بروميير وكيقولوا لهم كيمشوا بحالاتهم كيبركوا كينعسوا في ديورهم ثلاث ايام اربع ايام تجي الفرقه وكيفاش هاد اللاعب غتلقاه موجود من نهار تحتاجه راه اش قلت لك هادشي كيتحمل مسؤوليته السي وليد نهار الاول قلنا لك وليد عطيناك دابا عند الجروب قلت لي حنا ما كاينش انا مصدق معاك ولكن شوف
اسمع يا طلحه باش باش نمشيو لا 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 هاد القطعه الاخرى انا متفق معاك فيها 100% عرفناش واش وليد كيدير هادشي اللي تيقول مصطفى ولا ما تيديروش واش كيديروا وليد وما كاينش اجتهاد من عند اللعابه واش كاين ديك القضيه ديال انا ما جيتش تولي صافي نعس ما عرفتش اللي بغيت نقول دابا راه شي ابو الفتح دابا ماشي المشكل اللي كاين هو دابا ابو الفتح واحد الوقيته كان اون فورم ما بقاش كيلعب ما بقاش اون فورم اوك كان واحد الوقيته اون فورم ما بقاش كيلعب ما بقاش اون فورم راه ماشي واحد ولا جوج تقريبا عند خمسه ولا سته لاعبين يعني هادو من هادو راه كائسه هما مع الفريق تما مع المجموعه يعني نهار نحتاجهم ندخلهم يعني لعاب خصو يلقى موجود متفق معاك غير هو النقطه المهمه اللي تكلم عليها هي ديال لافريشور الله يرحم باك النقطه بغاش نرجعوا لها نرجعوا لها شوفوا غير لي شيفر ديال الماتش البارح وداد برشيد طريق سنوق البارح في الماتش واش ديك 6 وربع الماتش ديال 6 هادشي ديك وربع وقت ما قلت لكم لا الصوانص وهنا وراه صباح وربع ديما 0-0 بينا 0-4 0-0 ماتش البارح ما نكذبش عليك انا نقدر نقول ماتش كارثي بالنسبه لفريق الوداد الرياضي علاش برشيد لا برشيد مزيان لا برشيد اون فورم برشيد معانا واش كاع هما مشاو لهم جوج لعاب ولا ثلاثه اللي من الركائز ديال الفرقه وما بانش كاع انه ناقصين مشى معاد فكاك اللي كنعرفوا على انه كويري مشى الشماخ يعني البارح ما بانش انهم راه مهزوزين بالرغم من انه يعني راه التيران كنا شفناه فيه الجمهور ديال الوداد كيخلع غير هذاك الصوت راه التيران كان مدور كامل الجمهور ديال الوداد البارح كتشوف باش تعرف ان نظره مصطفى بصح البارح الوداد استطاع دير 56 هجمه يعني الوداد فين هذيك 100 ديالك وديك الوداد هي ها 56 هجمه مقابل 67 هجمه لبرشيد مع العلم لان الوداد احتكرت البالون 55% برشيد خلقوا هجمات كثر من فريق الوداد الرياضي كانت باينه في الماتش برزوق كانت باينه في الماتش جوج تحيه للحارس تكناوتي اللي صد له واحد جوج هجمات اللي كانوا هدفين كانت باينه وصلوا هما وصلوا بالنسبه لنا احنا شرحنا لعيب عبد الله ابا حتى تفوت نص تيران تسمى هجمه تفوت نص تيران هجمه تحسب هجمه قبل طارق برشيد فات نص تيران اكثر من الوداد فات نشرحوا للناس لا كانوا منظمين شوف برشيد كانوا منظمين كانت المنظومه ديالهم البارح الدفاعي وبقاو شوف مواجه الوداد طيل 90 دقيقه ولكن الانتيليجونس ورجعوا لهادشي رجعوا لهادشي طلعها غير رجعوا لهادشي طارق نكمل 56 هجمه اللي كتفوت بها نص تيران كانوا اربعه ديال المحاولات اللي حقيقيين جوج ديال مبنزا وحده ديال الحسوني والثانيه والرابعه ديال فرحان اربعه هادو فاتوا الكاري هادو وسط الكاري ديال زوج هادو ضربوا كاين واحد لو تير في الاخر ديال بنيشو هذيك راه يلا قلت انا قلت حسوني داك التير زيد لا قلت نسبتها للحسوني المهم الحاجه اللي اثرت البارح هو تراجع ديال المستوى ديال يحيى جبران في الدقيقه 75 دقيقه 75 نكمل لك ولا شنو نكمل نكمل نوطي نكمل نوطي ما صادقاش هضرنا على الحاله ديال جبران حداه الداودي كيبقى جبران في لون فورم ديالو كيكمل 90 دقيقه ملي كيكون بوحدو حداه سرغات ولا حداه اكس اللي كيبغي يختاروا ماشي سرغات اكس اكس اللي كيختار وليد الكراكي كيهز الثقل ديال الميليو بوحدو فمن بعد دقيقه 75 كي شويه كينقص وهذا الشيء بان بعد جوج ديال الكواري عطاهم خاطئين لاشرف داري وسط الكاري كانوا غيتسببوا بجوج ديال الاهداف لبرشيد شكون متفق دغيا باش تشوف وسط الكاري معاه لا انا متفق يلا غنشوف انا متفق على لو ريسك انا متفق مع طارق على لو ريسك غادي نرجع نشوف فاصل طارق انا متفق مع طارق جبران وتقول لي انا ماشي غنشوف فاصل غنتمارك لا والله صح لا علاش لا غنشوف فاصل ونرجعوا نشوفوا برزوق وطلحه فيما متفقينش فاصل قصير جوج 18 دقيقة دائما على أسئلة دعت أم فهم برنامج الشوط الثاني بسرعة نمروا فين حيت الشنشيط أنا في هذا البلاطو الدراري راه شي نهار يوقفوا لنا البوليس هنا غير واحد الحاجة غير واحد اخبارك بداو يجيبوا لنا الشكوريتي أنا غير واحد الحاجة باش نأكد على مصطفى حيت مصطفى كعاو بدا كيغوت لا أنا راه ما نقصش أنا ما نقصش من جبران أنا قلت لك جبران شوف كيحمل كيهز الثقل ديال الميليو إلا ما كانش شي واحد اللي يعاونو أنا متفق معاه بلاش واحد الحاجة سمحوا لي برزوق واخا ما متفقينش برزوق
موراه طلع. انا متفق مع طارق في هذه النقطه هذه ومتفق مع مصطفى على ان جبران تبع البارح ما كيتحملش المسؤوليه ديال هذاك الشيء اللي كان في ميليو التيران لان السيد هز تقل في البريمير ميتون بزاف. غير هو انا متفق مع طارق عاوتاني على ان جبران خدا لو ريسك في الدقائق الاخرى واحد الكره اللي كانت شويه غادي واش عيا على نرجعوا لمصطفى لانه راه دار واحد الكره. انا غنجاوبك انت ونجاوب طارق. راه خدا لو ريسك في الماتش ديال الزمالك وطلع ودار واحد سبرينت وماركا لك بيت في الدقيقه 86. متفق معك علاش تعمل شي خدمتي ماشي تبقى محسوبه علينا هذه. متفق معك على ان اجتهد لعاب ومشى ودار ديفيرونس دار لو بلوس. ما تخرجش برصو قدام. غير هو انا تناقش على النقطه اللي دوى عليها طارق هو انه كان واحد لو ريسك زايد في الاخر. شكون اللي كيتحملوا لو ريسك؟ لا هو شو تيتحملوا اللاعبين كامل تيتحملوا الفرقه كامله فهمتيني. لانه داريا غايقولش اللي ما يطلبهاش تما غايقول يضرب له قدام فهمتيني. وهادو دي ديتاي دي بتي ديتاي صغار اون بليس دو سا لعبتي ماتشات كبار لعبتي ماتشات جاي واحد لا سيري ديال الماتشات فيهم العيا. لا جبران بان عيانه خصو فهمتيني. واش المشكل دونك المشكل في لي شوا وخصك لي شوا ما كاينينش وخصك السي جبران واخا انت كويري كتعامل مع داك اللعاب على قد راسه على قد الفهم ديالو ماشي على قد فهمك انت. راه كدوي على صاحبه. انت بغيتي تعطيها هنا كتبان لك حيتاش انت كويري زعما راه كاين لي سباس هو راه ما بانتش ليه وبانت لي انك تخصك ديكاجيها. يعني اللعاب الذكي تكون فاهم صاحبك انت هو اللي كيتعامل مع صاحبه كل واحد على حساب لي كاليتي ديالو ماشي هو لعاب ماشي غنقول محدود ولا شي حاجه مي ستيل ديالو هكا الستيل ديالو بحال هكا وانت كطلب انت باغي تعطيها ليه هنا في ليسباس ولا باغي تعطيها ليه مزوزه ماشي عليه هوك انت هي. فهمت الفكره فهمت يعني فهمت غير باش نكملوا على بلاتي هذاك راه كيشوفك شي شوفات والله العظيم وحتى انا دابا عطيتي هو عطيتي البرزات قلت لي ما درو وما بقاش نهضر انا فوق من دابا تفضل سالي بجوج وغنجاوبهم وغنحاميهم بجوج انا عندي شي مشكل انا هاد جوج هذا جبد لي هذا جبد لك المعلم اشوف الوداد دويت عليها نهار الخميس نهار الجمعه قلت لك دابا الوداد فريق كبير فريق لهاد السنه هادي غنبقاو بالجانب ديالو حتى يدي الالقاب. الوداد رغم هاد الصعاب ورغم هاد المقابلات لان بزاف العوامل اللي غنتكلم لك عليها من بينها ان اللاعبين الله يحسن العوان راه غيدير يلعب لك ثاني لاعب وغيلعب لك حد وغيدي يسافر ودير في بلاصه ودابا دير في دماغه ثاني الزمالك ودير بلاصه واحد الطراجي غيمشي سميتو بزاف الامور الله يحسن العوان اللاعبين ما غاديش غير ولكن هذا الامور تقليه. اسمح لي طلع كتبكي علينا انت ماشي بكيك. لا نقول لك علاش هادشي اللي كدوي فيه راه خصو يكون متحملين المسؤوليه ديالو متحملين المسؤوليه اللاعبين ركراك في السيره كونترا نهار الاول هادشي راه عارفه وعارف الافكتيف اللي عنده وعارف الواجهات اللي عنده. راه بديت من الاول بديتو نهار من الاول قلت لك كان الكراكي من اللي عطينا لا كابونش قلنا له سيدي راه الرئيس راه غيبعد منك من انتدابات وغيبعد منك من كل شيء وانت اللي غتكلفنا بالطاقم التقني ديالك وغتكلفنا سميتو هذاك بريباراتور فيزيك ديالك هو اللي علامه استفهام عندي انا. انا هو المعد البدني اللي خاصنا. انا ما متفقش انا غادي مع الطرف ديالاش لان ليش وقله وخلي ليش وقله عندك 28 لعاب ايوا ما يمكنش واش دخل علاش هذوك اللاعبين اللي جبتي مثلا وانت دبتيهم فين هو الدور ديال المعد البدني يجي يوقفك علاش جبنا من الاطوال وجبنا هاد بنيشتو هاد بنيشتو تراجع المستوى ديالو علاش بنيشتو تراجع المستوى ديالو بدنيا ولا تقنيا بدنيا دابا بنيشتو تراجع المستوى ديالو بدنيا شنو هو المعطيات اللي عندك مصطفى باش تعرف شنو هو دابا بدنيا ملي كيدخل دابا اللاعب واش لا ديفيرونس البارح راه يعني متقني ماشي بداني متقني وبداني حيت ملي كتكون تريني مثلا هذاك الشيء كيدير لي باش كتولي تقني تقول مزيان لك انت بدنيا مزيان داك الشيء كيلعب عليك كيلعب الدور التقني ديالك طلحه الا كنت بدنيا طلحه تحس بهم بعد منه اسمح لي غير واحد تقولوا منه واحد لا رجع جبران لا لا اسمح لي واحد اسمح لي واحد النقطه مصطفى باش نهضروا جبران كان مسالي جبران ما كانش مسالي جبران دار وصل الدقيقه 75 دار ايفور كبير لانه هز الثقل ديال الميليو برافو دابا قلتي انه دار ايفور كبير نقول لك انا معاك هو اللاعب اللي كنقول لك انا السويق ديال الفريق اللي تبارك الله عنده واحد الحمل ثقيل في وسط الميدان خاص اللي يعاونو شي البارح دوا الركراكي وقال لك بان الداودي كان كيحس بواحد الاصابه هو اللي خلى يدخل سرغات احنا رجعنا ثاني سرغات وغنرجعوا لسرعات خلاص سرغات ما كيديرش نفس الدور اللي كيدير الداودي ومع العلم ان الداودي جا من وراه ماشي نفس الكاليبر علاش شوف فيا علاش اللاعبين انت باغي تصيني طلحه شنو باغي تقول لي انت بهذه الهضره بحال كتقول لي
غيخرج الداودي ملي يدخل سرغات خصو يكون ديك سرغات هو الداودي. اي الوداد هادي الوداد خاصو يدخل يدير الخدمه ديال الاخر يدخل يكون انت فاش كنتي فاش كنتي طالحه في الوداد شكون اللي كان كيدخل في بلاصتك كيدير طالحه ولا دخل بشريفي يدير غراد يدخل البرازي يدير نفس لورو ولا دخل لويس يدخل ابرامي اسمح لي انت كنتي كتدخل كتقتل جوج تقريبا. شوف تقريبا كنا مدافعين ما كيقولش لك هذا كلنا اللي دخل كيقضي الغراض كنا ست مدافعين الله يرحم الكوادي شنو جبدني يعني سميك زبيد دابا جبدتي نقول لك انا دابا سرغات الداودي سرغات جا قبل من الداودي الوداد علاش ما تطورش مثلا هذا اللاعب اش حنا نحتاجو السيدي ما كيدخلش وما كيديرش الفريق مبين بان ما كاينش عادي كل واحد كل واحد الكاليبر ديالو ماشي عاد جا قبل من الاخر راه قال لك برزوق راه جاوبك برزوق قال لك راه اللاعب اللي ما كيجتهدش راه ماشي المشكل ديال المدرب ولا المعيد البدني ها هو ما كيشتات وهذوك الناس اللي حداش غيديروا طلحه برصو خاصو يوريو كيفاش يشتات وكيفاش يكون اون فورم طلحه خليهم الهضره خاويه صافي دابا نقولك على اللعابه دابا البارح الوداد راه ما كانوا في المستوى الوداد البارح لعبوا الكره ولكن بزاف اون كانت كره البارح اش لعبوا لا ماشي غنقول لك صراحه والله يهديك مصطفى برشيد لعبات على الوداد ما كان برشيد برشيد راه عنده مقابل جوج مقابلات في العام واش اخبارك انت على ان الوداد هي الاولى اخبار لا 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 طلح اسمع ملي كتجي الوداد والرجاء اي فريق واجه الوداد الرجاء راك تولي فيه جوج ما ندخلوش ما كتسمع حتى واحد صافي طارق ندوز عند برشيد خير هذه النقطه باش تعرف على ان الوداد هي اكثر فريق في ضياع النقاط الفريق الاول اللي كيضيع النقاط دابا حاليا في البطوله الوطنيه راه هو الوداد مؤخرا هو فريق الوداد الرياضي راه كان فايت الرجاء بثمانيه نقاط دابا راه ثلاثه نقاط واخا مشي عند برزوق برزوق ثلاثه ديال النقاط فقط من بعد ثمانيه ديال ليكار اللي كان ما بين الوداد وسولتك انت لان كنت في واحد الوقيته جيتي قلتي شوف راه غادي تغلط راه غتلقى الرجاء موراك دونك بدينا كنقربوا من هذه القضيه هادشي دوينا على حسب التجارب اللي عشنا في الشامبيون مصطفى دوى على حتى هو فهمتيني وماشي غير الرجاء والوداد راه حتى فاش تكون لي فار في لاكورس ولا كتكون الماس في لاكورس ولا الفرق الكبيره ديال الفرق اللي كيعرفوا يرجعوا تعرفوا ولا تطوان المغرب التطواني اتحاد طنجه مؤخرا راك شتي راه البطوله ديالنا راه شويه مفهوماش هذا مشاكل نفسيه مفهوماش فهمتيني انت شوف دابا الباساج دابا هذا مرحله الفراغ اللي تدوز منها الوداد دابا هي على مستوى النتائج في البطوله في البطوله الوطنيه شنو ولد في سبوره الترتيب شنو دار في سبوره الترتيب بعد ما كنتي كان عندك واحد الطمانينه وكنتي زعما مرتاح بمهارب 8 بوان ديال 8 بوان ديكار دابا ما مسموحش لك دابا دير شي فوبا دابا فوبا هو ما مسموحش لك دير شي فوبا دابا وسيتو كان ركلك يدوي على القضيه فاش وصلت 8 ديال النقط قال لك حنا وصلنا هذا 8 ديال النقط باش ملي ما نكونوش في نهارنا ماشي مشكل الا ضيعتي كتبقى دائما عندك ذاك ليكار ديال ليقط ما بين دابا اليوم ملي تولى في الخسران راه تيعجبك حتى هو كيفاش هاد القضيه ديك كيعجبك خسران زعما واش صافي كيقول في لا باش نقول لك زعما عنديش كيفاش نشرحها فهمتيني اش بغيت نقول لك يعني راه صعيب تخرج اللعابه ديالك وتردهم عاوتاني مورالمون لسكه انتصارات وتحافظ على ديك واخا نسمعوا وليد الركراكي شنو كان بعد التعادل البارح مع يوسفيه برشيد 0-0 السامي خصنا نديرو كثار واخا كيديروا كلشي الدراري حنا عارفين مع الماتش كل 3 ايام مع لي فواياج وكلشي كنا عارفين لو كالوندري كنا عارفين كلشي على هادشي كنا معاولين على كاملين يرجعوا دغيا في ليفيكتيف شفتو متراجي اليوم والعملوت شحال ما لعبوش دابا الماتش الثالث ديالهم في السيمانه ما كنتش باغي ندخلهم الحق في الاخر خصهم يهزوا الريت علاش مازال الماتشات كيتبعونا كان دري فحال حسوني فحال جبران كيلعبوا الماتشات كاملين داري برافو عليهم كيتقاتلوا غنجبروا لا سوليوشن فو ريستي كالم اون كالم البطوله بحال اللي قلت كتلعب حتى الدقيقه الاخيره تلعبات شحال مره حتى الدقيقه الاخيره سورتو هذا العام خصنا نتقاتلوا نصبروا ونخدموا هادشي اللي كاين وبرافو الجمهور اللي جا سنا اليوم قلتها هما اللي غيعاونونا هذا العام والنقطه المهمه اللي دوي عليها يمكن يلا ناقشنا دابا ديال لي شوا يمكن نركز عليها ملي قال لك انا عندي ثلاثه ديال اللعابه عملود ومترجي سورتو عملود ومترجي يلا جايين من لا بليسور واضطر انهم يلعبوا ثلاثه ديال الماتشات في سيمانه مضطر لانه نورمالمون خص يكون العوده تدريجيه متفقه برزو مضطر ولكن علاش مضطر قال لك انا كنت اوبليجي باش ندخلهم باش يهزوا الريتم لان لي شوا عندك محدودين لانك كان عندك شي وحدين اللي اكس ولا ايكغريك اللي غي اسوري معاك
الماتش ديال البارح ما كنتيش غضطر انك تدخل على الوداد. تعود على واحد النقطه انه كاين شي لعابه في لا ليست وما كتستافدش منهم الوداد وهذه مرتبطه بالاخرى، ولكن راه ما حنا ما عارفينش المصير ديال دوك اللعابه ولا شنو واش وضعي ديالهم مزيان ديالهم تما هي راه الله يحسن العوان حتى حنا فهمتي راه لا تكلمنا ما تلعبنيش وبنيش حنا كنا ضامنين بانه غيجي يعطينا واحد اضافه احسن خصوصا البدايه ديالو كانت بدايه جيده ديربي ولكن حنا هاد الوقيته اللي كتشوف دابا مثلا هاد المقابلات ابنيشو مثلا بالنسبه لي انا واش بغيت سبب ديال التراجع ديال المستوى واش البوست يقدر يكون هو 9.5 ما عرفتش واش خصو يشرحوا لنا الكراكي شي الكراكي هو اللي خصنا حنا شنو السبب ديال كل لاعب اللي كنا حنا معولين عليه غيجي يعطينا الاضافه ملي كيجي واش ضغوطات واش لعبه ملفه الضغوطات واخا برزو واكسونتري درو ما كاينش ما كاينش ميم يمكنش يلعب 9.5 اكسونتري درو هو يا بلاصه الاوك بالتحديد كاع على بوينا ندوي داك العام اسفي كنا كنشوفوه على حساب حيت كان المدرب بارفو كيدير الكات كات دو كيخليه هو مورا تاكون كيعطي شويه ديال لا ليبرتي مي اسفي فرقه والوداد فرقه فهمتني اش بغيت نقول لك ضغوطات كتختلف مي شوف الدري كيبقى صغير باقي صغير فلاش بزاف وخا بورزوق ما عندوش مع هاد صغير وما كاينش كبير عرفت مي بيدري راه كيلعب 17 عام كيلعب في ليكيب ناسيونال ديال اسبانيا راه في برشلونه دابا راه كيلعب غنمشي ليا بيدري غنمشي لك انايا واش تقول لي صغير رايت العريب راه كتقول لي هنايا 17 عام هذا درتي لي علاش كتقول لي بقاش تقول لي صغير الوداد ما كاينش لاعب صغير لاعب كانوا كيطلعوا من ليجون ها هو 17-18 عام كيطلعوا كيقضيو الغرض دابا جبنا لاعب صغير راه كان مقلع فرقته خصو يجينا خصو يعطينا الاضافه هذا هو المهم عندي انا بجانب هاد اللاعبين كاملين عند مرحله الفرق قلت لك السيمانه اللي فاتت قلت لك اخويا نبيل حنا الوداد دابا بجانب ديالها خصوصا هاد المرحله خاصنا نمروا منها اقل الخسائر اقل الخسائر راه قلت لك راه حنا باقي الاداء ما راضيش عليه راه كنقول لكم عاوده ولكن حنا في الجنب ديال الفريق ديالنا لان عرفنا الصعوبات اللي دزنا عرفنا ما كاينش هاد اللاعبين شناهم دابا كل واحد المشكل ديالو كاين اللياقه البدنيه كاين واحد المشكل فيها كنقول لك بصراحه ما كاينش هذاك لافريشو اللي كنبغي عندنا مقابلات متسلسله كاين لا اربعه ها انت مقابله نهار الصيف دابا بلا شي حاجه سؤال باش نختموا الموضوع ديال الوداد نسول برزوق وطلحه الا كانت عندك ديك لافريشو اللي انت كطمح ليها واش تقدر تلعب بنفس اللاعبين ثلاثه ديال الماتشات في السيمانه بنفس الريتم وبنفس لافريشو هادشي الا كنا الا كانت لابريباراسيون اوطو بنفس اللاعبين ما يمكنش تلعب واش قلت لك هو دونك راه قد يتلاش هو واش بغيت نقول لك دابا وغير اوموا بعدا اللي لعبتي لا اربعه حد ولعبتي على الاقل نشوف هذيك لافريشو اللاعبين راه كاين موعد بدني والدور ديالو تيقول لك راه هو هذوك اللعابه اللي خصهم يدخلوا خصهم يأديو بنفس الطريقة ديال هذوك اللاعبين ايوا هذاك مشكل بوحدو ولا واش المشكل فيزيك ما تيكونوش واجدين فيزيكمون بعيد عليهم الريتم ما واصلينش للريتم ديال الفرقة الأولى زعما الفرقة الأولى يعني الدراري اللي كانوا لاعبين أو اللاعبين ما مجتهدش سبب واحد أو اللاعبين ما مجتهدين سبب واحد لا شوف خلي اللاعبين سبب واحد باين ونحنا دزنا من هاد المراحل يلاه باش نختموا ومرينا باش نختموا راه كنقول لك لاعب مثلا غتجيبو وغتبركو وغدا تسافر وتخليه في دارهم راه ما يمكنش ترجعو تلقى اونفور راه ما يمكنش ترجعو تقول ليه لا سير تريني بوحدك ولا سير لاصال سير للفحر ولا سير للغابة راه خص تخلي ليه موعد مدني وتخلي ليه بروغرام ديالو وتخلي ليه واحد جوج الناس وثلاثة ويديرو ليه مقابلات إعدادية ويلعبوه طلحة قلتيها قبيلة باش يجيو يلقاو اونفور طلحة صافي قلتيها قبيلة دير لها كوبي كولي هاد المرة وديرها لا باش يعاودو باش يعرفو السبب هاد اللاعب اللي كيدخل ما كيعطوش إضافة الحل في النظري هو اون ايكيب ريزيرف فريق ثاني علاش ما يمكن شنو بداو يلعبوا ماتشات كل سيمانه ندير فريق رديف يكونوا هما ليسبوار فيه ليسبوار فيه العناصر اللي ما كيلعبوش في ليكيب هذا كان حل من الدار هذا الحل وديروا ماتشات في الجريد راه حل راه ينفعنا وخطاو لاعبين اون فورم انا اتفق معك الطريق نقيدهم في العصبه تاعهم البارح بعض اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي البارح بان على انه كاين اللي عنده العياء وكاين اللي باقي ما بغاش يرجع للنيفو ديالو المستوى اللي كنعرفوا عليه هاد اللاعبين وابرزهم بديع اوك البارح مع يعني ثنائيه دائما كنشوفها هو وكيلي البارح وكيلي لا اوك ما خلاش لي سباس على انه فين يدوز ولا فين يقلبوا ولا فين يعني البارح وكيلي دار ماتش كبير من صفوف يوسف ياسر برشيد الحاجه الاخرى لاحظتها اللافي مؤيد اللافي فاش دخل مع الزمالك في الشوط الثاني عطى الاضافه
حلا جوكر خدمو الركراكي دخل عطاه الاضافه ديالو الزمالك كان كلشي كان مزيان. لا كيما غير واحد النقطه اخرى كيما بنيشو سيدي متفقين ما كاينش مشكل بنيشو كيما قال لك مصطفى شويه تراجع الاداء ديالو الله صغير باقي ما دخلش في المنظومه ديال ديال ديال, ديال, ديال الفريق ما كاينش مشكل. البارح الا لاحظتي فاش دخل بنيشو في الدقائق الاخرى ديال الماتش دار واحد ليفور دار واحد واحد المحاولات اللي كان قريب على انه يسجل الهدف ديال 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 الرباح. انا ما عرفتش انا بغيت نتشاور مع نشوف مع مصطفى وحمزه ترجع فيه مصطفى لا واش 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 مؤيد لافي وبنيشو الا خدمتهم دي جوكر ندخلهم في الشوط الثاني واش غيعطيو الاضافه لفريق الوداد ولا لا؟ هذاك حسب المدرب كنقول لك المدرب اللي غيشوفهم واش غيصلحوا من بدايه المقابله ولا غاديين يخليهم في البوندوتوش ويديرهم خيار ثاني. هادشي دائما كنخليوه للمدرب واللي عايش معاهم واللي كيشوفهم كيفاش كيتينوا كيشوفهم في لونطريمون كيف دايرين واش اون فورم ولا ماشي اون فورم اللي عايش معاهم. تما حنا دابا كنعرفوا المستوى ديالهم كنعرفوا لا فيهم لاعب اللي تقبل في المنتخب ولاعب اللي تقدر تبدا به يعطي تقدر ما تبداش به يعطي ولكن دائما كيتبقى الخيار الاول والاخير ولعب لا فورم لا فورم واخا برزق باش نخدموا طريق هاد بنيشو ولا في هادو مو باش كلاسيتي برومي من الاول عقلتي الماتشات الاولين هاد جوج لعابه هادو وكراس المجموعه كامله وليني بهاد جوج لعابه هادو كانوا كيديروا باش كلاسيتي الاول ماركا وليك داروا وي يعني شوف كيفاش تقلب تدير باش ترد هاد اللعابه اللي كتعرف نتايا وتردهم لا فورم اللي كانوا فيها. واخا دونك مشو الماتش ديال الرجاء الرجاء البارح اتحاد طنجه الرجاء اللي كيقلص الفرق مع الوداد 3 ديال النقاط 1-0 غادي يكون معنا المساعد مدرب فريق اتحاد طنجه جعفر ركيك باش يدوي لنا على هذا الماتش هذا كيفاش داز البارح يمكن باش فيهش اداء كبير سيرتو من الرجاء برزوق مرضو التقني شويه ما تما ما تردي حتى شي واحد وليني كيف تنقول لو بلوز امبورطون هو الانتصار عاوتاني هو الانتصار هو الانتصار اللي يكون عندك لاعبين يعرفوا كيفاش ينتصروا في الظروف هذه ف ما يمكن لك الا تهنيهم وتحييهم رغم رغم الامور الظروف اللي كيمر منها الفريق راك عارف البارح الماتش ديال الرجاء بتشابهه بوسط كنحيي سميتو حيت باقي ما كاينش خدمه ديال المدرب راه كاين اجتهاد ديال الاطر التقنيه الله يعطيهم الصحه السي بشعيب مباركي والكاري اللي داروا لو بلوز امبورطون جابوا لك ثلاثه الماتشات اللي جابوهم لك خلاوك انت الاول في لا ليغ دي شامبيون العلامه الكامله دونك سالت المهمه ديالهم كمشرفين دونك في لا كورس فير لو شامبيون يعني ما يمكننا الا نهنيو هاد الناس هادو نوهو بهم ونوهو باللاعبين اللي كيتقاتلوا وداروا واحد المباراه كبيره البارح على مستوى الروح ماشي على مستوى التقني على مستوى الروح. كان البارح يمكن حداد حميد حداد البارح شي بوجه بزاف تبارك الله ناور كيبرزط ناور بزاف طمع بزاف شو الكره ديال البيت حتى هي كانت فيها شويه كان فيها كيقولوا فيها بينالتي مع الاربيط هو اللي كيديسيدي وني شاف شي لاعب الروح ديالو بقى زعم عليها ودفعها بلاصه مال جات عند هذاك الدري اللي كندوي عليه ديما تبارك الله بجديده اللي انت حنايا كيكونفيرمي الهضره ديالنا. كاينه نقطه الضوء وحده كندو بغينا واحد نقطه الضوء بغينا ندوي عليها هو الانتداب ديال الحارس غايه ديال غايه راه كان غايه البارح بلا مرايه قالوا لك واخا اللقطه ديال البيش كان فيها بزاف ديال الجدل بغيت نسولكم غيكون معنا دابا سي جعفر رقيق مساعد مدرب فريق اتحاد طنجه اللقطه ديال البيت واش كان اورجو لا مان ما كاينش اورجو لا مان كاين البيت ماما اللي تهضروا عليها ما كاينش اورجو ما كاينش اورجو ما كاينش لا بلاش لا بلاش اورجو اورجو كاين في اللقطه الاولى فاش الباس الاول ديال نكوما الباس الاول ديال نكوما اللي كتغادى عند من جديده وديكاجا الديفونسور كاين تما كان اورجو كان جديد في الفار حنا واش دايرين الفار؟ هذا هو السؤال وبانت هذيك وما شافهاش الفار ما شافهاش لا واش من جديده مشارك في الورجه؟ كان مشارك في العمليه؟ كان زاد عنده كره لا ما وصلاتوش لا ما وصلاتوش كره ولكن كان مشارك واخا واخا ما توصلوش راه كانوا جوج لعابه قبل منه واخا لا ما كاينه بينالتي تما لا مش لا 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 ما ديال با معمر ضربات في البند في الكرش ديالو واش لا ولا حنا ما مش الناس يدي هذيك والله ما في البيت ديال احداد والله ما في البيت ديال احداد وضربات في احداد ضربات في احداد
ضربت في الكرش ديال باب عمر ورجعت لي يد احد اه نربت لي يد باب عمر لا لا ما لا ما لا شوف ضربت في يد احد ما بالنسبه لك بيت انا ماشي عربيط لا ماشي عربيط رأي بيت انا بيت 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 المهم بيت ولا ما بيت المهم عندك خشيه برجلك براسك براسك شي ديال شنو احسن بيت شنو قول انت شنو احسن شنو احسن محمد هو اللي كيدخل مسوقناش انا باش دخل هذاك البيت والمهم في الخط ناخذ معنا مساعد مدرب فريق اتحاد طنجه سي جعفر رقيك سي جعفر مرحبا بك مرحبا بك مرحبا سي جعفر مرحبا بك على اتي اذاعه ام اف ام سي جعفر كي داز الماتش ديال البارح خساره مع فريق الرجاء هذه كيفاش دازت الظروف ديال الماتش بكل صراحه هنا بعد المقابلات ديال المحمديه وديال ديال خريبكا كنا بغينا نرجعوا عندك السكه الصحيحه ديالنا وجينا عازمين صراحه الضرب اذا باش ناخذوا على الاقل نقطه او ثلاثه نقاط الا شفتي المقابله غادي تلقى بان الرجاء البيضاوي استحوذت على الكره ولكن لي زوكازيون ديال لي بوت حنا اللي كانوا عندنا اكثر ولولا ديك التسرع والاختيارات اللي ما كانتش صحيحه ما خلاوناش نماركيو على الرجاء البيضاوي واذا كنا قدرنا نماركيو في الشوط الاول كنا غنقتلوا المقابله واذا قدرتي تشوف بزاف ديال لي كونتر اتاك حنا شنو الاستراتيجيه اللي عملنا البارح وعطينا الكره للرجاء البيضاوي وكنا عارفين لان دابا ملي حلنا المقابله ديال الرجاء شفنا بان الرجاء كتهاجم اكثر عدد ممكن اللاعبين وكتخلي فراغات كثيره في الله وخصوصا في الاطراف دونك حنا شنو قلنا حنا قلنا الدراري غادي نلعبوا واحد بلوك ميديوم با وغادي ناخذوا الكره ولكن برومي بالون غادي تكون بروفوندور في المكان الصحيح حنا كنا نعملوا العكس الكرة ملي كناخدوها كنا كاريكيبيرو لو بالون كتمشي في الـ في الـ في الكوتي دو بالون هو كان خصو العكس كنمشي خصو الكوتي ديال اوبوزي ولا كنتي كتشوف كان حموده في اغلب الاوقات في ديك لي كونتر اتاك كان كيكون خاوي فهمتي دونك ما قدرناش نستغلوا ديك لي كونتر اتاك ديالنا لولا استغلناهم كنا غادي ماركيو على الاقل واحد جوج ديال لي بوت في الشوط الاول واخا دونك هذا هو التحليل ديالك الماتش البارح طارق تفضل السلام عليكم سي جعفر عليكم السلام ورحمه الله سي جعفر البارح يعني كل شيء كان كيهضر على ديك اللقطه ديال البيت وكل شيء كان كيقول انه اورجا لمسه يد ديال حميد احداد ولكن ما شفناش البارح واحد الطاقم ديال اتحاد طنجه الدخال او طالب الحاكم انه يرجع للفار شنو السبب اللي ما خلاكمش على انكم طالبوا الحاكم باش يرجع للفار باش يتاكد من الهدف واش صحيح ولا غلط شوف هو من المدرجات كيبان على انه هدف عادي ولكن ملي كتعاود تشوف كتلقى اولا الكره ملي خرجت كان لاعب في الموقيت ديال اورجو ياك وملي رجعت الكره عاوتاني وفي اللقطه الى عاودتيها مزيان غتلقى بان الكره لمست اليد ديال احد باينه وضح الشمس علاش الفار ما عايش من الحكم هذا سؤال كبير ديروغاسيون اللي حنا خصنا نعرفوها بعدا والناس المسؤولين على التحكيم اللي خصهم يوضحوا لنا هذه النقطه هذه بكل صراحه لان حتى واحد ما رياجا اولا انا قلت لك ملي كتشوفها من فوق راه كتبان لك عاديه ولكن ملي كتعاود اللقطه ثلاثه اربعه خمسه مرات كتلقى بان اللاعب اورجو حتى الحكم انا ملي جبت له كان عندي الايباد وريت له اللقطه حيت صورت سكرينيتها قال لي لا اعطيني لاكسيون يعني لاكسيون بهذا بالحركه ومشينا عاوتاني مشينا خرجنا له هذا اللقطه بالحركه باينه اورجو ما قدرش يعطينا الجواب هو وفسر على ان الناس ديال الفار ما عيطوليجي هذا سؤال مهم صراحه خص الناس المسؤولين ديال التحكيم يوضحوا لنا هذا النقطه واخا سي جعفر انت دويتي على النقطه ديال الهدف كيف ما قلتي يمكن هاد النقطه زوينه بان تيبقى اختصاص ديال التحكيم ماشي حنا اللي نقدروا نقولوا واش هدف ولا ماشي هدف ما النقطه اللي قال لك طارق كنظن كتبقى مهمه ديال ان كنعرفوا كره هي هذه لا في المغرب لا في اي دوله اللاعب ولا اللاعبين خصهم يدافعوا على حقهم
وكنظن سي جعفر جيتي عندي البارح قلتي لي واش تهضروا على هذه اللقطه ياك ولا لا؟ صحيح احنا عيطنا كاع. قلتي لي واش غتهضروا عليها؟ والله العظيم الا بعدا كتعجبني في لفظ التعليق ولا في التحليل. الله يحفظك صراحة. وعلى ذلك شيء أنا جيت لعندك جرأت أنا غالي. مرحبا بالعكس. أنا صعبة صراحة ولكن بديك الحرقة ديال البارح ديال ذاك البيت اللي دخل فينا ماشي صحيح بقى فيا الحال وجيت لعندك قلت لك إلا زعما عندك المصداقية خصك تجبدها في النقطة هذه. بيان سور أخويا كنشكرك بزاف صراحة. مرحبا مرحبا وحنا مع جميع الفرق الوطنية. مي يمكن النقطة اللي قلت لك البارح هي اللي غنقول لك دابا بأن راه كنعرفوا الكورة كان خص يكون واحد راه حتى الحكم بعض المرات خصك دير عليه واحد الضغط باش تاخذ الحق ديالك وهادشي راه في فينال ديال كوب دي موند غتلقاه. انا كنقول لك الا شفتي اللقطه من الفوق راه والله ما كيبان فيها والو كيبان بيس عادي فهمتي والجمهور الصداع وهذا راه الله يحسن العون الدراري متفق معك وي فهمتي في وسط الملعب راه الانسان كيقوم بالروح ديالو بالقلب ديالو كونسونتري غير مع الكره. وانا نرجع لك للصور الصادق العزيز اللي كاين تما قول له انت لعبتي مع الرجاء ياك؟ نعم الحبيب. ها هو برصد نعم السي جعفر قول له ما تحكمش بالعاطفه سي ورزق احكم بالواقع. والله السي جعفر وشتيني اش داير انا وطلحه دابا يا راه حنا تنعاودوا في البيت. والله الا كيعاودوا في البيت راه ساكتين. والله الا دابا وصلنا للمره العاشره راه ساكتين ملي كدوي ساكتين حيت كيعاودوا في البيت. نتكلموا معاك كنشوفوا اللقطه وكنعاودوا فيها من الاول. باينه شوف ملي كتفرج الكره باين الجوار اور جو باينه. راه هي اللي لقيتيني كندوي عليها نون سطاف هذه كتندوي على الاكسيون. شوف من الاكسيون ملي خداها واش بن جديده واش بن جديده محسوب مشارك في لور جو ولا حيتاش الديفونسور قطعها فهمتيني اش بغيت نقول لك السي جعفر. ملي اللقطه ملي بغات تخرج الكره احنا حبسنا تما الاكسيون. هي فهمتك ولكن راه ما تنساش ان راه الديفونسور قطع الكره السي جعفر. ولكن شوف مشات بقات لاكسيون بقات لاكسيون واخا حنا قلنا هذاك ماشي اورجو ولكن عاوتاني ملي وشنا حتى لمست اليد ما كنظنش على ان حداد يقدر يتحكم في الكور ديالو وهو جاي في السماطايح فهمتيني اش بغيت نقول لك السي جعفر. واش غنقول لك زعما انا غنحاول نناقش معاك انا غنناقش معاك هادشي كيبقى من اختصاص في التحكيم. هادشي كيبقى من اختصاص هو اخر ما خرج في التحكيم في 2020 هو بان المهاجم تقيسو سواء متعمدة سواء لا كيتعتبر خطا. مي شوف تقدير ديال الحكم وكيبقى اختصاص حنا لا شفت انا مالي انا حكم لا انا باغي نقول مع السي رقيق على شي حاجه اخرى. انا تفضل. انا كان عاجبني هو فاش كان شاد الفرقه وكان النتائج الحمد لله. وانا بالنسبه لي انا كيبان لي داك المجيء ديال السي كاموندي غير زايده السي جعفر. انا بالنسبه لي الماتش ديال البارح انا تندوي معك على المجيء ديال كاموندي تدرتي لي الماتش ديال البارح. كان خصنا صراحه نقطه نديوها بعدا من تما باش نجيو مع السوالم مره اخرى ان شاء الله السي جعفر ان شاء الله نديها. صادق العزيز ديالنا ان شاء الله نستقبلوه في طنجه ان شاء الله ان شاء الله نرجيو عندكم ان شاء الله. راه دابا كاينه لجنه ديال التحكيم راه غتراقب دابا هذا الهدف وغادي نشوفوا غيتكلموا عليه وضروري غادي نشوف الا شافوا ان الاربيط غلط راه يعاقبوا. دابا حنا حتى هاد اللقطه ما خصهاش دوز ممر الكرام راه لا كان دابا اورجو وكان لمسه يد راه كاينين ناس مسؤولين اللي كاينين في هذا ديال في التحكيم اللي خصهم المديريه ديال التحكيم خصهم ياخذوا بعين الاعتبار حيت ما خصش حتى شي فريق تظلم. واخ وسيركي قلت بان انا شنو قلت ملي دوز داك لاكسيون وتبارك البيت قلنا يمكن الجمهور بزاف ولا مشات حتى الفرقه تعادلت او لا خسرت غادي تكون الشغب. لا 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 هذا يا حيد براس والله ما بقى هادشي السيركي هادشي راه ديما عندنا حنايا في كازا ديما تشوف 80 90 الف عادي وتيخرجوا مع بعضياتهم ما كاينش هادشي. واحد الوقيته كنا كنعانيو من هادشي وكاين الحمد لله حتى الجمهور تعلم بزاف ولا عارف بان كاين الخساره وكاين التعادل سواء في دونور سواء في اي بلاصه جو سي جو فوالا. انا يمكن السؤال الاخر اللي نقول لك السيركي كيفاش تقدر تطمئن الجمهور ديال اتحاد طنجه في الفتره المقبله؟ من طمأن الجمهور نزيد لك واحد النقطه اخرى اللي الفار والحكم ما شرلوش وهو البطاقه الحمراء ضد شنو سميتو نصير سي عبد الطيب نصير. الى لاحظتي واحد اللقطه عاوتاني الرجل ديال اللاعب ديال الرجاء البيضاوي راه في باينه عاوتاني حتى هذيك سكرينينيها فهمتي شفناها لقطه باينه عاوتاني تشوفها وغادي تلقى بان اللاعب ديال الرجاء البيضاوي تعمد يضرب نصير
وهذيك صراحه كانت خصها تكون بطاقه حمراء. بس سي جعفر دابا انت بغيتي تقول بان النتيجه ديال البارح كانت إتر أخطاء تحكيمية وصافي يا كسي. صحيح من حقك تقول هذا الهضره نشوفوها في يوتيوب. لا خصوصا صراحة المردود ديال اللاعبين هذا هو المهم. كان على الأقل كانوا يستحقوا نقطة عليها بكل صراحة، ماشي زعما كان خبعوا شي حاجة. لا بالعكس، سفري. دوزنا المقابلة ديال محمدية كارثية، دوزنا المقابلة ديال خريبكة كارثية شوية مهم، ولكن البارح اللاعب عطاو داكشي اللي عندهم كامل. كانت الاورغانيزاسيون ديالها، كانت لا كونسونطراسيون ديالها، المهم كان شويه ديال هذا. ولكن سي جعفر النتيجه اللي ما كانتش مزيانه هي سي جعفر كان يلا كنسولك حمزه دابا على انه فاش كنتي انت شاد الفرقه، كان بان لينا نيفو اخر، بان لينا طنجه غدا مزيان، بان لينا طنجه كتحقق نتائج كتربح. يعني كتربح. قال لك برزوق دابا يعني شنو السبب اللي خلى يعني المكتب ديال اتحاد طنجه يجيب كاموندي؟ مع العلم لانه كاين جعفر الركيك اللي تا هو المدرب يعني معروف، ومدرب عنده طاقات كبيره، وقدر على انه يستطاع يخرج الفرقه من واحد النتائج كانت سلبيه ورجعتي الفرقه لواحد النتائج اللي مزيانه. انا الحاجه الوحيده اللي غنقدر نطمن الجمهور الكريم هو لا خوف على اتحاد طنجة. باقي عندنا تقريبا واحد 11 مقابلة فيها 33 نقطة، احنا دابا 21 نقطة، وعندنا تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال المقابلات ادوميسيل. الجمهور الحمد لله رجع، كان وعدوا الجمهور ديالنا باش غادي نعطيو كل ما عندنا من تمثيل بإخلاص وأمانة، وفهمتي، واللاعبين إن شاء الله عايزين حتى هما، خصوصا بعد المقابلات ديال الرجاء. اللاعب وعدوا لا المكتب المسير ولا الجمهور ولا حتى بعضياتهم أنهم غادي يتفنوا في العمل وغادي يكون خير إن شاء الله. إن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق. كنشكر لك بزاف سي جعفر. شكرا جزيلا. شكرا بزاف. شكرا جعفر رقيق مساعد مدرب فريق اتحاد طنجة. تفضل طارق. واخا كيهرب من السؤال ما بغاش يجاوبو جوج المرات. وشوف عرفتي علاش كيحترم المدرب؟ لا هو من قلبنا جوج مرات. لا بصح كما قال لك نبيل، جعفر رقيق من يعني من المدربين اللي كيحشموه كيفهم بحال شاد تيقارو، شخص محترم صراحه. خلى الصلاحيه حيت هو قلتها ليه دابا. جا البارح، جا عندي البارح مورا الماتش، قال لي انا كنتبع البرامج ديالكم الى اخره، واش غتكون عندكم مصداقيه انكم دوا على الهدف ديال راسك؟ واش انت غتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره ديالك من اللجنه من الجميع؟ كاين دابا هذا الشيء راه دايز، ما غايشوفوش شنو هما الديكلاراسيون ديالو. مادام تكلموا عليها وركينا قلت لك مديريه التحكيم حتى هي راه غادا تعاود الاداب وغتكلف، لان مادام هما تدوي مع راسك قول لي بغيتي، ولكن الناس كيتسنطوا كاين الكاميرات كاين الفار. شوف راه كاينه مديريه التحكيم هي اللي غتاخذ القرار واش هو هدف ولا ماشي هدف، وهذا هو المهم. دابا هما كيقول لك راه ماشي هدف، كاين الحكم، كاين الفار، كاين مديريه التحكيم، وكل واحد ياخذ حق ديالو. يلا مشيو الماتش ديال اليوم طريق، ماتش اخر سهري. لا ماتش واعر اليوم غيكون ما بين النهضه البركانيه وحسنيه تكادير مع 8 ديال العشيه في ملعب ادرار. هذا الماتش هذا مهم غير باش تشوف، باش تعرف بان راه البركان حتى هو غيبغي يكسب بعض النقاط باش انه يلتحق بالكوكبه ديال الفريق الرجاء والوداد، والحسنيه غتبغي تدافع وتبغي تحافظ على النتيجه اللي حققتها هنا مع فريق الوداد، وهذه غتكون موتيفاسيون اليوم بزاف. لا اليوم لا اللاعبين اللي عندنا راه المركز اللي فيه هما موتيفاسيون. لا غير هما دابا المهم عند الحسنيه هو ان غدا جايب واحد الفوز يعني مهم من قلب يعني دونور، اللي بالنسبه لي غيكون حافز معنوي مادام انه واجهت واحد الخصم، واجه واحد الضغوطات واحد المقابله كيف في هذه المقابله. لا ما متفقش معاك انا. نقول عرفتي علاش؟ شفناه بزاف ديال المرات كيجيو كيلعبوا داك العمر الحراجه في دونور من بعد كيمشيو كيطيحوا مع عبد الهادي سكيتي وراه كنقول لك مش حتقدر تغمض عيني. نقول لك صراحه كيغير الفريق فيما كيجي كيخلي البصمه ديالو. ما نظنش انا السي عبد الهادي السكيتيوي دابا غادي يجي وغيدير واحد الايفور كيما قال لك، دار واحد العمل كبير في هاد البريباراسيون في هاد التوقف ديال البطوله، قال لك اللاعبين اجتهدوا هالاكل ديال سميتو التعطى في هاد المقابله كبيره. ما نظنش دابا غيحطوا يديهم اللاعبين مع عبد الهادي السكيتيوي، بالعكس دابا مرتبه ما كتلاقش بالحسنيه. كنقول لك بان المقابله غتكون صعيبه، غيواجه واحد الخصم حتى هو كبير ومن العيار
ثقيل بركان. خليك في نهضة بركان بورزوق. نهضة بركان بعد انتصار ديال سيمبا كي كيبان لك اليوم ايبينغي احنا رضينا على ايبينغي راه لا حنايا رضينا على النتائج فهمتيني. حنايا ما يمكنشنا نشوفوا فرقه كتلعب لاكوب دافريك ومعذبه. خصنا نساندوها وخصنا نقولوا ليه فايق راه الفرقه راه تتمثل المغاربه وعزيزه على المغاربه. داكشي علاش دوينا على اللاعبين الاجانب اللي خصهم يديروا لو بلوس ولا المدرب الاجنبي كيف ما انتقدنا دابا كاموندي قلنا لي راك مجمع فهمتيني. ودوينا على حسنيه اكادير حتى هي مصطفى انا لا لعبوا بلا ميم مراج اللي لعبات فيها كونتر الوداد ونفس الانضباط تكتيكي هو داك الروح اللي لعبوا بها راه ما بقات ما تبقى توقفهم حتى فرقه الحسنيه صحيح حيت لاكاليتي كاينه وكان المشكل في هذه اللي قلتي ديك لاستابيليتي اللي ما كايناش فهمتك فهمتك لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون تكون لعب ضد الوداد تكون موتيفي عند لا هذيك اوتوماتيكمون كتولي موتيفي الوداد راجع الجيش فرق كبار كدوز بوحده كيوركوا لك على ديك البوطونه ديال بار ديفو بار ديفو كتولي كتولي عندك 99 مي دابا هي الظروف ما كتسمحش لك على انك تخسر او تعادل كاع لان التعادل حتى هو غيخليك في نفس المركز وبركان نهضر البركانيه خصها تربح باش تقرب في لاكورس وباش يخليها ديما داك المورال ديما المورال عندهم باش ياخذوا المباراه الافريقيه بواحد لو نيفو طالع اللي قلت لك ان لو نيفو ديال البطولات المباراه الافريقيه ماشي هو ديال البطوله تما ريتم هنا تما ريتم وكتجي البطوله راه كيسهل عليك شويه الريتم حيت كتلعب في واحد لابريسيون شويه كبيره وي والظروف حتى هي المناخيه كتكون قاسيه شويه بالنسبه للبطوله شوف هذا المقابل يعني هذا الماتش هذا صعيب بزاف غادي نرجع ناخذوا المداخلات ديال المستمعين ديالنا من بعد نرجع طريق دائما على الارقام ديال الهاتف 0522 30 00 اولا 0522 31 33 33. جمال من كازا. جمال مرحبا. السلام عليكم خويا نادي. مرحبا سي جمال. تحيه خويا كروي بزاف الله يحفظك. بورتوك عقلتي عليا لا نعم سيدي عقلت عليك الصويت ما يتنساش. انا وليت قلت لك واش وليتي واش ودادي ولا وليتي رجاوي من اللي كنتي ودادي ياك هذوك اللعيبه هذا ما كيهضر على بنويطه تاعو بورتوك واش اخرى قولي لك قولي لك كاين واحد اخرى نعم سيدي اخرى مرحبا. انا واحد اللقطه اللي كتسالي معايا هو انك ملي كتشوف اللقطات ديال الراجا كتشوفهم بلون نوار ما كتشوفهمش كولور ياك اخويا انا دوبرمان لا شوف انا شاهد انا حداك كيلاحظ كولور كمل حاشا واش انت دوبرمان لا لا تنضحك الضحك راه كيضحكوا لانهم ملي ما تيشوفوش كولور لا واللعابة الراجا راه ما كيديروش مجهودات راه الفار اللي كيدير لهم المجهود ما كيديروش حتى مجهودات هما حنا راه ماشي اربيتر اسي واحد كمل اسمع خلينا نكمل الله يخليك يلاه كمل كل شويه لا كل شويه منطقي الله يرضيك وكل شويه سميتو مرحبا مرحبا جمال تفضل شي الحيمر راه اكبر رجاوي الحيمر كبر رجاوي كبير وقال ونهار الماتش ديال الراجا قال لك هذاك بينالتي قال لك ديال الهدهودي وانت قلتي لا دابا انت انا بغيتيني نقول لك البارح راه ماشي بيت ياك هادي حيد صافي سالينا المهم دابا ليك التعليق انت من بعد نعم اسيدي خويا نبيل واه خويا واه على البرمجه دابا حنا كنقولوا للمدربين اللي مستعد يلعب كاس افريقيا يدخل بالقش يبكي ويشكي ياك اسلوا ليا ديروا ليا معقوله هادي ياك اخويا وي ياك ولكن اللي ماشي معقوله هي واحد النقطه كنت كنتسداكم نهار الاثنين تهضروا عليها ما دويتوش عليها والبارح عييت من التصل والاساس ما شفتش ليا قول هي بغيت نسمع دابا حنا الماتشات اللي خارج ارض الوطن ملي كتدخل الفرقه الماتش المؤجل ديالها على شحال من يوم كيتلعب 3 ايام ياك ياك واش 3 ايام ولا لا كتلعب في وسط الاسبوع زيد لا واش 3 ايام خصها تدوز 3 ايام 3 ايام ملي كيدخلوا ولا كانوا هنايا في ارض الوطن اخويا طارق نبيل ما عرفتش باش يجاوبني وقيت لا راه كيسمعك هو اللي كيهضر معاك لو قول لي ولا كانوا هنايا يومين ياك 48 ساعه 72 ساعه زيد بركه اللعبه في الحد ياك غيلعبوا الاربع ديوك الوداد يمتى لعبوا السبت لعبوا البارح لعبوا السبت لعبوا السبت ولعبوا البارح والراجا واش لعبت في غينيا لا
الرجاء واش لعبوا في غينيا نهار الجمعة؟ لعبوا في كازا، لعبوا في كازا. وعلاش خداو ثلاث ايام هما؟ واخا انا نفسر لك جمال، جمال لا بلاتي ودابا ودويتي حنا خليناك هضرتي واخا انا نفسر لك عرفتي ديك الدوفة انت عرفتي هذه النقطة ونعطيك رأيي الشخصي هذه هي اللي خلاتنا جعدنا الجامعة العام اللي فات وتقول لنا راه اللي قد على لافريك يلعبها راه غادي تلعبوا البروغرام لا هاد القضيه ديال ندوروا لبعضياتنا ونبقاو في الراجا يمشي لعبات والوداد غتلعب اثنين وهادو ارتاحوا اربعه سوايع اكثر من على ديك النقطه اللي دوينا على نبيل ديك الماتش بلا ما نبقاو ندويو زعما اسمح لي السي جمال كنحتارموك ولكن هاد القضيه ديال فاش كنبقاو نشوفوا نقول نحظوا بعضياتنا بزاف هذا ارتاح ساعه راه هذا اللي ارتاح ساعه ولا ارتاح نهار بلوس على الفرقه اخرى تاكد بانه غادي الفرقه اخرى غادي تستافد في السيمانة الجاية أكثر منه راه العدل ما كاينش شي حاجة أخرى واش غنهضر ولا ما نهضرش هضر هضر زيد هضر زيد عاوتاني شوف زيد عصبني ما كنتويش على سميتو على ولاد الكتابي خسروا 17 تكافؤ الفرص السي نبيل تكافؤ الفرص دابا هاد الهضرة تانتوما اللي كتقولوا هي اللي كتخلي الإنسان بحال حنايا كي سميتو الجماهير لا كون سويو لوجيك قول لي إيه معقولة خاص كيما هذه ما معقولاش اسمح لي ياك واش معقول انا نقول لك معقول ما معقولاش لا معقوله عرفتي علاش ما معقولاش حيت هذا الشيء هو اللي خلى الجامعه هاد الانتفاضه ديال الجمهور وهاد شوفني نشوفك هي اللي خلات الجامعه من بعد تخرج القرار ديالها واللي هي محقه فيه انها تقول لك شوف البطوله غتلعب في وقتها ما كاين لا تعجيل لا والو حيت حنا كنبقاو نشوفوا بعضياتنا حنا بقاو حاضرين بعضياتنا الرجاء راه لعبات تعصبتي والله علاش سي جمال سي جمال راه كان بريفيليجيو الفراقين اللي كيلعبوا لا كوب دافريك صافي وسي جمال كيفاش ايه وسي جمال سي جمال انا نشرح لك نفس الشرح اللي شرح لك نبيل دابا المشكله فين كانت هذا الشيء كيستافدوا منه الانديه انه كيتاجلوا لي الماتشات كانوا كيدار بروغراماسيون اخرى المشكل فين وقع هذه الهضره ديال نبيل غير نزيد ناكدها علاش لانه الوداد الرجاء كانوا حاضرين غير بعضياتهم علاش الرجاء علاش الوداد على ويجي الجامعه وتقول ما عرفتي شنو ديروا اجي ريحاتهم هالبروغرام وافقتوا عليه مرحبا ما وافقتوش عليه الله يعاوننا وعاونكم اللي قاد على افريقيا يلعب عليها اللي ما قادش عليها الله يعاونكم مثال قدامك وباش نختم واحد القضيه انت كدوي على الراجل يلعبوا الجمعه راه واحد فيهم خصو يلعب الجمعه وواحد خصو اللي فيهم يلعب السبت ما يمكنش انه يلعبوا راه لاعبين في دونور راه بجوجهم كيلعبوا في دونور باش يلعبوا ملك فوقش واحد وواحد لعبوا في لانكس وواحد لعبوا في ماش شكرا سي جمال شكرا جزيلا جمال كان معنا من مدينه كازا شوف فاصل اشاره ورجعوا نكملوا ثلاثة وثلاثة ديال الدقائق مستمعينا مازال موسم معكم برامج الشوط الثالث على اثير اذاعه ام اف في البلاطو دائما مصطفى طلعه الصخره ماك ماشي صخره قايش اخويا صحيح بالراسيه الذهبيه مشتت كوتوكو كوتو ديال الاطوكو قناص مرعب الحراس مرزوق وزميل طارق مقن اش درتي المسار ديال الزبغ غاندي دابا نبغي حاجه واحد وي دابا قبيله انا نرجع معك النقطه ديال حسنية اكادير ونهضره بركان ياك انا ما متفقش مع مصطفى طلحه علاش ما متفقش معاه لانه حتى ديما هو كتبدا دابا انت مصطفى قويتي عبد الهادي سكيتيوي عبد الهادي سكيتي سي عبد الهادي سكيتيوي زيد انا الله يطول في عمرك السيد واعر تبارك الله عليه وصل الفارق برافو ولكن سي عبد الهادي سكيتيوي راه ما عندوش عصا سحريه غيضرب الحسنيه غطلع ليا الاولى ولكن راه شوف واحد راه سي عبد الهادي سكيتيوي الاولاني ديال الحسنيه اجي نقلبوا على الفرقه اللي كانت عنده كيدير راه كانت كتخلع في البطوله دابا شنو عنده دابا هو اللي صيب دابا ما عندوش هو رجل المهمات الصعبه خويا نبيل راه صعوبه ها هو تكلم كانوا لي زاليمو شوف دابا شوف دائما شوف سمعوا رد ديال طلحه دائما كاين كما قال نبيل زاليمو كائن الحسنيه ولا لا ريجيون ديال سوس الحمد لله كتعطينا لاعبين عبر التاريخ اسماء وازنه خاص غير اللي يشوف فيها عطيني دابا اسم وازن دابا كي اما الحمد لله ولا ماشي اسماء وازنه شكون لا اول مقابله هاد مقابله ضد لا مقارنه مع ليكيب اللي كانت على بالي سكتي دابا غتشونجا كلشي غيتشونجا دابا هاد اللاعبين دابا كلهم بغاو يوليو اسماء وازنه المرتبه 15 ولا غندير شوف الا فازوا اليوم راه غيوليو عندهم 21 يلا طلحة يوسف ناقشوا شي يوسف من الرباط يوسف مرحبا الو يوسف الو ناخذوا ابراهيم من اكادير ابراهيم مرحبا الو السنابيل كذا يلا كنا نمشيو للشمال حنا غادي مسافر يلا خويا مشينا نازل اكادير مرحبا ابراهيم يلا جيتي مع الموضوع ديال الحسنيه قول لينا لا انا غنهضر على فريق الرجاء زين اللي بغيتي
قول ابراهيم. ماتش البارح عجبني. مرحبا. عجبني وحسين الدول اللي عجبني فيه. والحارس غانم. والتحيه لحمزه بورصوق. الله يكبر بك اسيدي. ماركا واحد الهدف في لاكوت ديفوار سنة 2012. الله يحفظك اسيدي. هدف هدف الباركينج. والله الا واحد الهدف تبارك الله عليه. طلعت الكوكودي وهبط. واحد القضاء ماركا على الوداد. واو. مرحبا. ماتك الوداد وبقى في كوت ديفوار. اش قاصك عندنا دابا؟ حنا ساعات سيم الصباح وصاقلين. كتجبد فيا الساعة ولا مالك اخويا ابراهيم؟ انا قلنا لك زعما انت كيدوي هذا الشيء اللي كاين. هو زعما راه ما لقانيش هذاك النهار. اش غدير له اصاحبي؟ هو عارف. هذه لعبي الديب. هو عارف انا نكون واقف في هذاك المير. شتي هذاك المير وين نكون واقف؟ والله ما تحيدها. قول ابراهيم. وي ابراهيم قال واحد الجمله قال حمزه بورزوق اللي كيلعب برجل وحده يمشي اللي قال في دارو. لا تاكو قال سي بورزوق. الله يعطيك صحتك سي ابراهيم تنحييك على الذاكره القويه ديالك. الله يا خويا زعما ديما معاك. تسالي ابراهيم غتمشي غنطاكلي عليه دابا. شكرا ابراهيم. الله يكبر بك. شكرا ابراهيم. كان معنا من مدينه اكادير يوسف من الرباط. نرجعوا الرباط. يلا يوسف. كاين واحد الميساج. وي يوسف. الو خويا نبيل. وي كنسمعك يوسف. الو خويا نبيل. الو يوسف كنسمعوك ابو يوسف تفضل. كنسمعك مزيان. اجي دير شي اوبارلور دير شي كيت ياك. لا ما درت حتى شي حاجه. ما تخدمش معايا هادشي. يلا زيد قول. الله يحييك. زيد. لا ندير والو. كي داير سي نبيل بخير؟ والله الا بخير. كنبغي نهضر معاك على حساب حاكم زياد ولا كيما كيشديش الخط فهمتي؟ مال زياش. زياد خويا كيلعب مع الفرقه ديالهم ديال المنتخب راه ما كيدير والو حقيقه نقول له. وفين لعب مع شي منتخب دابا؟ لا من قبل في 2018 كنهضر لك انا. واخ. المهم دابا نهضروا على حساب اللعيبيه صافي خلي الحاكم زياد. بالنسبه للعيبيه تما راه ما كيلعبوا ماشي مشكل في المدرب ولا شي حاجه فهمتي؟ كدوي على المنتخب انت؟ نهضر دابا بصفة عامة على اللاعبين ديال الراجا وديال الوداد ديال نهضة بركان. واخا هازيد. بالنسبة للاعبية انهم ما كيلعبوش نفس بحال سميتو الافارقة ولا الاوروبية فهمتي ما كيديروش نفس ما كيلعبوش نفس رغم متوفرة لهم الظروف كاملة. فهمتي؟ وي. ولكن ما كيلعبوش نفس خصنا يلعبوا نفس واخا يتغلبوا ماشي مشكل. فهمتي؟ انت كيبان لك ما كيلعبوش ما كيحطوش كيلعبوش نفس فهمتي حنا كنبغيو المنتخب ولكن كنبغيو نتفرجوا فيه ولكن اللي شتان الماتش ديال مصر هي اللي لعبوا شي شويه. والحمد لله. ورايك محترم استاذ. رايك محترم. لعبوها شي شويه مع الزمالك. لعبوها شويه. شكرا صح. شكرا يوسف. يوسف اللي كان معنا من مدينه الرباط. مرحبا بك اخويا دائما. واخا بورزوق يمكن عنده ميساج. واحد الميساج ديال جاك بورزوق. لا انا والله تتكلم. واحد الميساج ديال محمد وديع مقروط قال بانه قلنا كل المقدم ديال البرنامج راه ان عنده الحق في التدخل اللي قال مع المداخله مع السيد مع جمال. قال لك بانه راه حتى البركان لعبه اليوم ولعبه نهار الحد مع الراجا يعني راه حتى هي شوف شحال الضرب ديال الطريق وشوف شحال غترجع باش لعبتها هي نهار الحد. يعني برافو غير نقطه نسيناها يمكن غادي البركان. يعني التاخير راه جاي من عند البركان ماشي من الويكاند. الويكاند اللي مورا تلعب لافريك. ما هضروش على الادب هذه. بقاو حنا حاضرين بعضياتنا. هذا هو المشكل. عرفتي الراجا راه رتاحوا كثر راه داروا القيلوله اكثر منا جوج سوايع فهمتي. الراجا كلوا اكثر منا عطاهم الديسير اكثر منا. والوداد عطاهم بولات عطاهم قبيات. واش هذا الشيء هذا والله يجاب والله الا بسالات. انا عاد رجعت على هضرتك انا بين اللي كنتي قلتي ديك النهاريات قلتي لي راه حنايا دايرين عراقيل. الشيء راه مو هذا. وتحيه لسي جمال. ها هو اخويا فرطتيها معنا اليوم الصراحه. شوف انا واحد القضيه تكافؤ الفرص بالنسبه للفرق اللي كتلعب خارج وكدا عطات تمثيليه افريقيه كنبغي اخويا تكافؤ الفرص ثلاثه ولا اربعه اللي كيشاركوا اخويا نوقف معاهم. لا كان شي حاجه روبورتي الماتش الا كان شي واحد خاصو شي حاجه نعطيها عليه. الا كان شي واحد عنده تاجيل ناجل ليه. ما نبقاش نشوف انا في هذا ولا هذا ولا هذا. خاصنا نديروا يد في يد
نورمالمون لان هذه تمثيليه مغربيه. واخا طلحه والله حتى حنا شوف طلحه الوداد. لا انا ما متفقش مع طلحه والرجاء وبركان. دابا خاصنا نسهلوا لهم الظروف كما كدير كيديروا التوانسه وكما كيديروا المصريين كيسهلوا الظروف باش الماتشات. ما متفقش معك. انا بالعكس انا بان اللاعبين ديال الوداد البارح انا كنشوف فيهم راه حتى اللاعب مسكين مسيشيك والله يحسن العون. واخا طلحه ما كانش تخيل شوفهم كيفاش كيعانيو. ما متفقش معك. كيعانيو ما ناجلوش مثلا المقابله مثلا ديال المحمديه ونخليهم يمشيو بحال الاريحيه باش يمشيو وتكون تمثيليه على صالح المنتخب المغربي. ما متفقش معاك. باش نمشيو نواجهوا الزمالك عندنا واحد المقابله كبيره ما خاص نديروا واحد المجهود دابا مضاعف. غنديروا مجهود دابا البارح مجهود ونهار السبت غيكون مجهود المحمديه واخا وكوميم خاصنا هذا الشيء نراعيو لبعضياتنا. واخا طلع الراجل حتى هي لا ميم شوز بركان حتى هي لا ميم شوز. الكاد فادر شنو رايك في هذا الشيء؟ لا هذه رساله كنوجهها لافيديراسيون واخا طلع جميع الرؤساء ديال الانديه. واخا طلع برزق الزكر قول لنا رايك. انايا والله الا مع مصطفى راه كنت قلت شحال هذه خصنا نعطيو ان بريفيلاج للفرق اللي لاعبين لاكوب دافريك ونحطوهم في لي ميور كونديسيون لانهم كيمثلوا البلاد ولا جابوا لنا شي القاب راه غتنعش الخزينه الكره الوطنيه ان شاء الله. ان شاء الله شي اللي كتبناو يلاه ناخذوا شي طريقه داير لمصطفى دابا. لا لا ما متفقش دابا تيقول لا انا ما متفقش معك على نقطه واحده قلت ليه راه سميتهم الوداد والرجاء هذوك لانه راه سميتهم راه خاصهم ثلاثه الفرق يكونوا عندهم شكون عاودوا بلا مشطر الرجاء. وانت مصطفى انت اخويا ما كايناش اخويا الوداد ندافع عليه لاعب البارح دار لك الحسمي متعبو اسيدي لا فيدراسيون خاصها حتى هي دير معنا واحد لجيس رؤساء انديه وتخلوا لاعبين الوداد الوداد والرجاء وبركان ندوي تكال الفار. صافي انا بغيت البارح بان لويد بعد الدبين صافي انا بغيته بعد واحد مقابله مصيريه ضد الزمالك بغيت كلشي يمشي فواحد الاريحيه وكلشي يمشي مرتاح. الرجاء حتى هي بغيتها بحال هكاك بركان حتى هي بغيتها بحال هكاك. دابا زوين صافي ما متفقش معاك شي حوايج. لا دابا زوين دابا زوين شي حاجه الوطن هادشي صافي صافي دوزنا هاد المراحل وعارفين التعامل خاصنا على الاقل وكي دور كيقولك ما متفقش معاه. انا وكان كنا كنجريو حنا كان كيجريو هو ما عرفش الميكانيك الساعه كنت اربيك صافا طلع صافا صافا طلع يلا صافا هو كيبغي هكا كيطلع عليا الدم فابور. خرج تبرد خرج تبرد بلا مش طراجين خرج تبرد صافي خرج صافي سير نتمع فيك ما تخاف موجد لي سايكوك على برا ما تخاف. يلا دائما مواصلين معكم مستمعينا المداخله ديالكم على الرقم الهاتفي 0522 30 30 00 أو لا 0522 31 33 33. برزوق ابتداء من اليوم غادي يشتغل الطوسي رسميا مع الرجاء. الرجاء قال لك راني وجدت اللعابه غير مونتالمون بسيشيكمون لهذا الماتش هذا. شنو يوجد راسو؟ ما عرفتش انا كيغير خلش الكلمات ديال رشيد الطوسي الراجا خليه هو مر معاش معايا الطوسي كنعرفوا كيفاش كيهضر راه المدرب ديالي واخا سمعوا برزق وجي نقول لكم كيفاش كيهضر رشيد حتى سالي تيسالي برزق والله تنقول لكم واحد النويط على يلا رشيد يلا سير يعني سي رشيد كيف ما كنقولوا حنايا بغيناه يكون راجل المرحله. حنا ما كنتسناوش من سي رشيد انه تكون يجي ويكون او يجي حنا يجي يتعامل مع هذيك المجموعه ويتعامل مع النتائج المحققه ويتعامل مع الجروب. حنا جبناه حيت عندنا عارفين سوغ لو بلون مونتال إلي تخي فور حتى تكنيكمون عنده ما يقول لأن التجارب ديالو حكمات عليه قبل. هذه هي هاد الشيء اللي محتاجين حنا في السي رشيد الطوسي دابا. أما العام الجاي هضرة أخرى سياسة أخرى دابا أنا كنتمناه يجيري هاد المرحلة هادي بذكاء بالامكانيات اللي كاينه الامكانيات اللي كاينه وبالنتائج المحققه فهمتيني اش بغيت نقول لك. وانايا انا لان اللي كنتمنى باش نخليك تكمل اللي كنتمنى هو ما تدوش واحد الوقيته لا قدر الله ويقول لك انا راه ما درتش لي ريكروتمون انا ما درتش هادي ولا ما درتش لان كيف ما قلتي خصو يجيري داخل عليها. عارفين هادشي حنا عارفين هادشي حنا تنتمنى ان شاء الله الا انه هذا الشيء اللي بقى من البطوله واللي بقات من لاكوب دافريك ولا كوب دي ترون يعرف كيفاش يتعامل بذكاء معاه وهو راه عنده من الخبره ما يكفي باش يجاري هذه المرحله هذه. كنتمنوا له التوفيق كنتمنوا التوفيق لاي مدرب وطني كيمثلنا خارج البلاد وقادر يجيب لنا كاس اللي نفرحوا بها لجميع المغاربه ان شاء الله. بيان سور هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله وتوفيق الانديه ديالنا نهضه بركان الوداد الرجاء في المنافسات القرية. وصلنا لختام حلقة اليوم الحمد لله وصلنا لختام حلقة اليوم حيت ما متفقش معاك هو هذا كيقلب ما تختاتموش النهار هذا كيبان لك هذا النهار هذا غندوي مع خليل ابقى خشادني مع هذا اليوم ها زيد ادوي مع السي
صافي طلع زيد واحد ساعة مع هذا راه عرفتي علاش غيجهلني اليوم انا نعرفكم من هنا اليوم عرقك يلا طلع شكرا شكرا خويا وان شاء الله نتمنى لفريق الوداد الرياضي البيضاوي باش خو باش يرجع التألق ديالو وحنا دائما جنبا الى فريقنا الام فريق الوداد الرياضي البيضاوي ورزوق شكرا شكرا سي نبيل شكرا طارق شكرا مصطفى شكرا جميع العاملين محطه ام اف ام وشكرا للمتتبعين الاوفياء ديالنا الله يحفظك ورزوق شكرا انا ما متفقش مع مصطفى وتحيه للوداد وتحيه للراجا وتحيه للبركان وتحيه لجميع الفرق الوطنيه تحيه للسي خالد وتحيه لك تصالح معايا الله لا تصالحت معاك ما متفقش مع شكرا للوداد شكرا لجميع الفرق لا ما مش شكرا يلا شكرا لكم مستمعينا شكرا لا عبد العزيز كريم كان معنا في اخراج حلقه اليوم شيء خاصه لخويا خالد نزار مصلحو كيضرب في واحد الكرواسه شكرا لكم مستمعينا عادل محمد بعد لحظات برنامج حرت البلاد برنامج الشوطة الدائمة من اثنين تل الخميس من الجوج تل ثلاثة وربع استثناء نهار الجمعة من جوج ونص ثلاثة ونص دابا باش خوك يحييكم إلى اللقاء.